السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي الأعزاء، مرحبا بكم في حصة جديدة مع درس التحويل. أبنائي، سنقوم اليوم بتصريف الفعل المضارع مع ضمائر الجمع. على بركة الله، هيا نتذكر معا ما درسناه. ما هو الفعل المضارع؟ نعم، تفضل بني. الفعل المضارع هو كل فعل يحدث في الزمن الحاضر، بمعنى يحدث الآن. أحسنت بني. الفعل المضارع هو كل فعل يحدث في الزمن الحاضر، أي يحدث الآن. فأنتم على سبيل المثال تتابعون معي شرح الدرس الآن، بمعنى في الزمن الحاضر. حسناً، والفعل المضارع يبدأ دائماً بأحد الحروف الآتية: الألف، النون، الياء، والتاء، وهي حروف زائدة تفيد المضارع وتسمى بحروف المضارعة، تعرفنا عليها سابقاً. مثال: نسمع، أكتب، تقرأ، يسأل. ماذا تلاحظون في هذه الأفعال؟ نعم، تفضل بني. ألاحظ أن الأفعال تبقى بحروفها الأصلية، ونضيف حروف المضارعة في بداية كل فعل. أحسنت بني. نعم، تفضلي. ألاحظ أن الأفعال الآتية: نسمع، أكتب، تقرأ، يسأل، تنتهي بضمة. أحسنت بنيتي، وذلك لأن الحركة الأصلية للفعل المضارع هي الضمة. أحسنتم أبنائي. سبق وصرفنا الفعل في المضارع مع ضمائر المثنى. من يقوم بتصريف فعل خرج في المضارع مع ضمائر المثنى؟ نعم، تفضلي. نحن نخرج. أنتما للمذكر تخرجان. أنتما للمؤنث تخرجان. هما للمذكر يخرجان. هما للمؤنث تخرجان. أحسنت بنيتي. من يعيد؟ نعم، تفضل. نحن نخرج. أنتما تخرجان. أنتما تخرجان. هما يخرجان. هما تخرجان. جيد بني. أحسنتم أبنائي. من يذكرني بضمائر الجمع؟ نعم، تفضل. ضمائر الجمع هي: نحن، أنتم، أنتن، هم، هن. جيد بني. والآن لاحظوا معي كيف نصرف الفعل في المضارع مع ضمائر الجمع. نحن نتنزه. نحن نتنزه. يبقى الفعل على أصله، ونضيف في أول الفعل نون المضارعة التي تعود على ضمير نحن، فنقول: نحن نتنزه. من يعيد؟ نعم، تفضل بني. نحن نتنزه. جيد. أنتم تتنزهون. أنتم تتنزهون. أصل الفعل بقي كما هو في الوسط، يبدأ بتاء المضارعة وينتهي بواو ونون تفيد الجمع وتعود على ضمير أنتم. من يقرأ؟ نعم، تفضل. أنتم تتنزهون. جيد. نكمل. أنتن تتنزهن.
أنتن تتنزهن. أصل الفعل بقي كما هو في الوسط، يحيطه من اليمين تاء المضارعة ومن اليسار نون النسوة التي تعود على ضمير أنتن. نتابع: هم يلعبون، هم يلعبون. الفعل يبدأ بياء المضارعة وينتهي بواو ونون وهي للجماعة، تفيد الجمع وتعود على ضمير هم. من يقرأ؟ تفضل بني. هم يلعبون. جيد، نكمل. هن يلعبن، هن يلعبن. يبقى الفعل على أصله، يبدأ بياء المضارعة وينتهي بنون النسوة التي تعود على ضمير هن. حسنا، لنقرأ معا: نحن نتنزه، أنتم تتنزهون، أنتن تتنزهن، هم يتنزهون، هن يتنزهن. من يقرأ؟ تفضل بني. نحن نتنزه، أنتم تتنزهون، أنتن تتنزهن، هم يتنزهون، هن يتنزهن. جيد بني، أحسنتم أبنائي. أبنائي، أترككم تنقلون الدرس على دفتر الدروس. حاولوا الكتابة بخط جميل. أعانكم الله. وكواجب منزلي، صرفوا فعل غرس في المضارع مع ضمائر الجمع على دفتر المنزل أو على ورقة مزدوجة. وفقكم الله أبنائي، وشكرا جزيلا لكم على حسن انتباهكم. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.